فيعظم شأنه بين الخلق فلا يذله. أما الذي يعصي الله سبحانه وتعالى فإن هيبته تزول بالمعاصي، كما قال سبحانه: ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن يهن الله فما له من مكرم. فالزول دائما شنو؟ يعظم الله. انت لما تعظم الله، الله بيرفع من قدرك. زي ما انت عظمت الله سبحانه وتعالى ويسوي التعظيم ده، هذه المعصية تهيأت لك ما وقعت فيها. ليه؟ لأنه الله عظيم عندك. فرب العزة والجلال يجازي بالإحسان إحسانا، هل جزاء الإحسان إلا شنو؟ إلا الإحسان. والجزاء من جنس العمل، فكيف وهو أكرم الأكرمين وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى؟ فيجازيك في الدنيا فضلا عن الآخرة بأن يرفع قدرك، فلا يذلك الخلق، ما بذلوك، بيحترموك. كذي طوالي نحن نذكر الأبيات التي لعبد الله بن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. خير نفسك دي ما التابعة، بتذلك. الزول يا أخي اللي بيطيع الله تلقاه محترم، صلي في المسجد موحد وعلى السنة والاستقامة، تلقاه محترم جدا، الناس ذاته بتحترم لك: يا مولانا. والله يقول لك: تفضل يا مولانا اقعد. كان في العربية ذاته يقوموا لك في المواصلات وتقعد انت. عم تشوف الزول البسكر، تلقى الناس ذاته شنو؟ تزيح منه، يقول لك: ده سكران يا اخي بيجيب لنا مشاكل، وده ذاته زول ما محترم نفسه يا يعني. يذلوه صاحب المعاصي، يذلوه. قال: إذا علقت أو علقت شروش المعرفة في أرض القلب، إذا علقت شروش المعرفة في أرض القلب. الشروش الأصول والجذور، دار يشبه المعرفة والتوحيد بالشجرة، والقلب بالأرض. إذا علقت شروش المعرفة في أرض القلب نبتت فيه شجرة المحبة. زول بيعرف الله، بحب الله سبحانه وتعالى، هذا زول متصف بصفات سيئة، انت ما عارفه، لا بتحبه لا بتكرهه، لكن مجرد ما تعرف صفاته السيئة دي تلقى نفسك شنو؟ بتكرهه. زول متصف بصفات حسنة، انت ما عارفه، لا بتحبه ولا بتكرهه، مجرد ما تعرف صفاته الحسنة دي شنو؟ بتحبه. فكيف بالله تعالى وهو متصف بصفات الكمال ومنزه عن صفات النقص؟ لذلك إذا عرف العبد ربه أحبه. الناس اللي ما بحبوا الله جهلة، جهلة والله، بقبره في سير جاهل. والزول الذي يعرف الله تعالى فإنه يحب الله، وإذا أحب العبد ربه أطاعه. طيب، قال: إذا علقت شروش المعرفة في أرض القلب نبتت فيه شجرة المحبة، فإذا تمكنت وقويت أثمرت الطاعة. تحب الله طوالي شنو؟ تطيعه، تتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم، والله غفور رحيم، ويغفر لكم ذنوبكم. بعدين شنو؟ الزول اللي بيحب الله سبحانه وتعالى بيحب في الله وبيبغض في الله وبقول كلمة الحق، وتلقاه متواضع
وتلقاه عزيز على أهل الباطل، لكن متواضع للناس، للمؤمنين وللناس المستقيمين الآخر. شكرا رب العزة والجلال قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون شنو لومة لائم. داير يرضي الله، ما بهم الناس، الناس يضحكوا عليه ويسخروا به وما بيشتغل بهم كثير، داير الله يرضى عليه سبحانه وتعالى. ولا يخافون لومة لائم. قال: فإذا تمكنت وقويت، أي شجرة المحبة بعد المعرفة أثمرت الطاعة، فلا تزال الشجرة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الزول يعرف الله سبحانه وتعالى، إذا عرف الله أحب الله ووحد الله، فإذا أحب الله ووحد الله أطاع الله، وإذا أطاع الله ازداد في الخير. من طاعة الله بوفر له طاعة ثانية، طاعة ثالثة. زول يتوضأ طوالي يصلي، بعد الصلاة يقول أذكار الصلاة، بعد أذكار الصلاة يتنفل، بعد النوافل تجي الصلاة بعد، بعد يحضر درس، بعد صلة رحم، تلاوة قرآن. الطاعة بتجر شنو؟ لطاعة. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. أملا ديك سورة الكهف، لكن في سورة مريم: وخير مردا، وخير مردا. لما تموت الباقيات الصالحات دي بتجد الأجر العظيم بسببها. فيبقى نحن نستفيد فائدة، وهي أن الإنسان يتعلم ويعرف ربه، فإذا عرف ربه أحبه، فإذا أحب ربه سبحانه وتعالى أطاعه، فإذا أطاع الله جاءته الثمرات في أمر دينه وفي أمر دنياه. في أمر دينه الأجر والثواب العظيم. قال سبحانه في سورة الأنعام: من عمل، من جاء بالحسنة، دي الآية كذي، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، سورة يونس. وفي الدنيا ذاته الله سبحانه وتعالى قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، كافيه سبحانه وتعالى. قال: أول منازل القوم اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أول المنازل الزول المؤمن يذكر الله سبحانه وتعالى ذكرا كثيرا، ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا. بكرة بعد صلاة الفجر، بعد وقت الفجر، وأصيلا وقت الآصال بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر. طيب، اذكر الله ذكرا كثيرا، تذكر الله طوالي، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. قال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. شوف الذكر ده لو ما فيه أي فائدة، لو ما فيه أي فائدة إلا إنه الله سبحانه وتعالى قال: فاذكروني أذكركم، كفاية ما كفاية؟ فاذكروني. انت ذا بضنين ده، ما انت شخصك يعني كإنسان تذكر الله، الله يذكرك عليك، الله دي فائدة أكثر من كده. شو فاذكروني أذكركم،
واشكروا لي ولا تكفرون. معليش يا جماعة لكن شفتكم نمتوا شوية دار هاجمكم معليش. طيب نحسبكم الله كلكم أحسن مننا جزاكم الله خير. قال وسبحوه بكرة وأصيلة. إنسان يكثر من التسبيح عشان كيف في سنن أبي داود حديث ثابت كما قرر الألباني رحمه الله من رواية أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق يعني الفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ذكر الله تعالى. ابن القيم ذكر للذكر قرابة 100 فائدة منها أنه فيه حفظ للسان من الغيبة ومما لا ينفع العبد إلا الغيبة المباحة أو المشروعة. لكن أنت لما تذكر الله في كلام كثير ما بتقوله. زول ما لسانه بيذكر في الله ما فاضي يشتغل العربات دي وده موديل كذي ودي مترومة بتحت ودي مكسورة بفوق ما فاضي لأنه بيذكر في الله سبحانه وتعالى. طيب أول منازل القوم اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى فالعبد يذكر الله فكلما ذكر الله سبحانه وتعالى عظم الله ويتفكر في خلق الله. التفكر في خلق الله والذكر لله. ثم تلا الآيات أو أورد الآيات في الفتاوى أوردها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في شنو؟ في خلق السماوات والأرض. أنت بتتفكر في الخلق وبتذكر الخالق. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إلى آخر الآية. بعدين تلقى نهاية الآيات الصفحة البعادة فاستجاب لهم ربهم. لذلك أنت شنو؟ تذكر الله سبحانه وتعالى. تذكر الله والله تكون مرتاح في الدنيا دي. الزول بيذكر الله كثير يكون مرتاح ولا فاضل الناس ذاته. في ناس ما بيرتاحوا إلا في نص الناس قلبه في وحشة في ضيق براو كذا يقول لك والله أنا أقعد براي 10 دقائق كذي فجيني يقول لك ما يقدر يقعد براو. لكن الزول الموفق ده في وسط الناس بيقدم الخير براو بيذكر الله سبحانه وتعالى. شكي ابن تيمية لما دخلوه السجن ما حزن كثير بل فرح ما يفعل بي أعدائي. إن سجني خلوة وقال شنو نفي سياحة وقتلي شهادة إلى آخره. أو قال جنتي في قلبي جنتي وبستاني في قلبي أو كما قال رحمه الله تعالى. فما بتحزن شفت الزول بيذكر الله ده ما بيتجرس في الدنيا دي والله ما بيتعب كثير. لموا فيك ناس سويت نصيحة ودوك السجن ظلموك زاي انت بتكون متكيف جدا. قبل كده ودونا قسم واحد من اخواننا دخلوا جوا القسم ونحن برا جينا متأخرين. الصول بتاع القسم الزول المهم رتبة كده فلما جينا وسلمنا على لقيناه يضحك وقلنا له وين اخونا ده؟ قال يا جماعه خلوه والله زول شغال في الناس الجوه دي والله. قال خلوه لنا. قال الزول ده اول ما جاء قال اخونا ذاته متكيف انا احنا برا نتونس وجونا اخواننا ذيل جزاهم الله خير
أخواننا جو في القسم هناك. فذا قال أول ما شافوا الصول ذاته خدت يده كذي في جبهته قال لي عليك الله علامة الصلاة دي. قال له دي دزول مجرم. قال له بنجس المساجد يا أخي. قال والله متكيف تعرف جاء الظهر دخلنا نحن فاتحين فينا بلاغ دخلونا جوا الصول قال صلي بينا مولانا صلينا وقبلنا الدينا والنصيحة. الصول يتكيف قال والله يا جماعة والله جزاكم الله خير المسجد ده له سنين ما تم صفين الليلة انتوا تميتوا لنا صفين وديتونا نصيحة وصاحبكم داك شغال في السجن يا أخي ما تقعدوا معانا يا أخي والله يتكيفوا ذاته وذاته تكيف. لذلك في النهاية طايبونا كذي والحمد لله يفكون. المهم موضوع طويل فأنت تنشر الخير في أي محل الله وفقك تنشر الخير. قال أول منازل القوم اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. طيب وأوسطها أنت ما ذكرت الله ماشي تمام. وأوسطها هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور من ظلمات الجهل إلى نور العلم ومن ظلمات الشرك إلى نور التوحيد ومن ظلمات البدعة إلى نور السنة ومن ظلمات الغفلة إلى نور اليقظة وهكذا. فيخرجكم رب العزة والجلال من الظلمات إلى النور. هو الذي يصلي عليكم رب العزة والجلال يصلي عليكم. لذلك من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها شنو عشرا. وإذا صلى الله تعالى عليك فإنه يثني عليك ويرفع درجتك سبحانه وتعالى يثني عليك ويذكرك بالذكر الحسن. وملائكته أيضا يصلون على أهل الخير وخاصة أهل العلم ليخرجكم من الظلمات إلى النور. خلاص ما رب العزة والجلال أنت ما ذكرته هو ذكرك يخرجك من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور في سورة البقرة. وهناك في سورة الحديد هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. طيب وآخرها خلاص آخر المنازل ما أنت ذكرت الله ذكرك الله سبحانه وتعالى أبعدك من الظلمات أدخلك في النور وفي الاستقامة. ها نهاية المطاف شنو قال وآخرها تحيتهم يوم يلقونه سلام سلام. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم شنو عقبى الدار. شيخ ملائكة يقول لك سلام عليكم الله يدي شغل عجيب نزل الله يمن علينا بفضله سبحانه وتعالى. زول أسي لو زول مهم سائق قال لك السلام عليكم السلام عليكم تتكيف. قال لي ملائكة سلام عليكم. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم السبب بما صبرتم. شكيف الدنيا دي خليك صابر ما ترجع ورا بس تمشي قدام طوالي زي العجلة بتاعت الشفع العجلة بتاعت الأطفال دي في عجلات اللي ورا دي فرامل ما بتمشي ورا بس دي ماشي قدام طوالي زي الموتر الموتر فيه خلف ما فيه خلف بس ماشي قدام. انت برضو امشي قدام ورا دي ما ترجع بس اسأل الله الثبات ومش قدام. بتجيك فتن شهوات وشبهات واصل بس اثبت اثبت إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله شنو الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج أدلج
يعني سار في الدلجة في أول الليل. الزول اللي بيخاف ده عنده شغلة بالليل بيعمله. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله شنو؟ الجنة. طيب قال أرض الفطرة رحبة قابلة لما يغرس فيها. أرض الفطرة كلها بعدين بيشبه لك ويضرب الأمثال ليتدبر العبد هذه الأمثال ولترسخ عنده وليستفيد منها. طيب قال أرض الفطرة رحبة قابلة لما يغرس فيها، فإن غرست شجرة الإيمان والتقوى أورثت حلاوة الأبد، وإن غرست شجرة الجهل والهوى فكل الثمر مر. شبه الفطرة بالأرض، وبعدين انت الفطرة دي بعد ذاك بتغرس فيها، يا غرست خير يا غرست شنو؟ شر شر. يا الرسول عليه الصلاة والسلام قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوداني، ذي الغرس فيه شنو؟ اليهودية، أو ينصرانه غرسوا فيه النصرانية، أو يمجسانه غرسوا فيه شنو؟ المجوسية. فإنت تولد على الفطرة، بعد ذاك يا الفطرة دي غرس فيها الخير فالثمرة الخير، يا غرس فيها الشر فالثمرة شنو؟ الشر الشر. شكرا رب العزة والجلال قال في القرآن ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة لا إله إلا الله كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فإنت تغرس الخير تغرس الخير. قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال في سنن الترمذي من حديث معاذ رضي الله عنه في نهاية الحديث قال وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا شنو؟ حصائد. في حصاد يعني بعدين في حصاد، ما في زرع وفي حصاد إلا حصائد ألسنتهم. فإنت تقول الخير عشان تحصد الخير، وأعمل الخير عشان تحصد بعدين شنو؟ الخير. انت بتزرع حنظل ودار تفاح هناك دار تمر، ما بتجي الشغلة دي. فذكر شجرة الخير، ذكر الإيمان والتقوى، وفي المقابل ذكر في مثل الشر ذكر شجرة الجهل والهوى. فالجهل يقابل الإيمان والإيمان يقابل الجهل. شكذي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة استدل على المسائل الأربع بسورة العصر، والمسألة الأولى فيها العلم، ويستدل الشاهد من الآية إلا الذين جنوا آمنوا. فالإيمان مع العلم، وضده الجهل والكفر. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها شنو الجاهلون. طيب والتقوى قابلها بشنو؟ بالهوى. هو الهوى التقوى. الزول اللي بيتبع هواه ده ما بيتقي الله سبحانه وتعالى، بيتبع هواه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على شنو؟ على علم.
زول ده الزول المتابع هواه ده ما بيتقي الله سبحانه وتعالى، ما بيتقي الله التقوى الكاملة. وبحسب اتباعه للهوى يكون ابتعاده عن التقوى. طيب قال ارجع إلى الله واطلبه من عينك وسمعك وقلبك ولسانك. ارجع إلى الله، ففروا إلى الله، واطلبه من عينك وسمعك وقلبك ولسانك. من عينك تغض بصرك، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وعينك دي تشغلها في الطاعة في الخير، بدل العين في المسلسلات وفي الأفلام وفي النظر للنساء المتبرجات إلى آخره، في النظر إلى زخارف الدنيا. بصرك ده تملاه قرآن وعلم، تملاه قرآن وعلم. زول البصنة الدارة بسبب الأفلام يوم كله يحضر ما في شيء، بس معاصي. واحد تاني بصره بس في القرآن، في القرآن. الله ما بيسألك من البصر، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه شنو مسؤولا. بيسألك من السمع، السمع ذاته بدل أغاني وهوس وكورة والرادي. والله أنا قاعد أتعجب بس من الناس الكورة ذي بتاعين الرادي ذي، قاعدين ومشغلين الرادي، واحدين بالتلفزيون كله هوس، لكن بتاع الرادي ده قاعد بخياله بس لافي، يعني راسه ذاته خاشي مع الكورة لافي معاه جوا هو ذاته، وقول وشاته من خط النص ومن خط 18 هو راسه 18 بقى ومشى. يا زول ما لكم على الشغلة، يكورك فيها زي الخطبة، ذاك المذيع وقرب والقون يكورك، تاني يرخي وداله فلان وذاك، كلام كثير نسأل الله العافية، زي الخطبة في الإلقاء يعني وليس في المضمون. ده كله هو ستة سمعك ده، أسمع المحاضرات والدروس. والله الآن شروح العلماء موجودة مسجلة سهلة، يا زول يسافر زمان شهر كامل زي جابر بن عبد الله رضي الله عنه، شهر يشتري حصان وزاد، يسافر شهر عشان حديث، ما كثير على الحديث، الحديث عظيم، لكن ستة ولا شهر في بس بموبايلك ده بس، ولا 30 دقيقة بس تخش تنزل الحاجة، وإن كان ديك ما تخش شوف لك زول صاحبك بس يديك له وخلاص، تسمع بمزاج 20 حديث ولا من غير أي سفر، قاعد في محلك وتسجل وتكتب وتراجع. وعلماء، علماء، شيخ أحمد النجمي والشيخ عبد الله القرعاوي، ديل عندهم المؤلفات، هذا عبد الله القرعاوي، وديل التسجيلات الشيخ ابن باز والعثيمين والألباني والشيخ ربيع والشيخ محمد بن هادي وغيرهم من المشايخ والعلماء، شيخ الفوزان والجامي. قال ارجع إلى الله واطلبه من عينك وسمعك. الإنسان يسمع لأهل العلم ويحرص على مجالس الخير، ولا يمكن أهل الباطل من سمعه، كما قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد. الله قال لك فلا تقعد، وأنت تقعد لأهل الباطل وأهل البدع، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. طيب، وإنسان يسمع للقرآن، يسمع القرآن، يسمع القرآن، نزل لك مصحف مرتل يعني قارئ يكون مجود صوته جميل، فأنت أسمع له وتستفيد، زي الشيخ علي بن عبد الرحمن الحزيفي حفظه الله تعالى، وسماع لغيره من القراء الذين عرفوا بالتوحيد وبالاستقامة إلى آخره. طيب، نحسبه والله حسيبه، وعرفوا بالتجويد. طيب،
قال ارجع إلى الله واطلبه من عينك وسمعك وقلبك. وقلبك القلب برضو شنو تملاه بمحبة الله وبتعظيم الله وبالرجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى. ولسانك وتكثر من ذكر الله ومن مدارسة العلم ومن تبليغه للناس. ولا تشرد عنه من هذه الأربعة: سمع، بصر، القلب، اللسان. قال: فما رجع من رجع إليه بتوفيقه إلا منها. زول اللي بيرجع إليه الله سبحانه وتعالى والله يوفقه يرجع إليه، بيكون الرجوع عن طريق شنو؟ الأربع أشياء دي: سمع، البصر، القلب، اللسان. وما شرد من شرد عنه، وما شرد من شرد عنه بخذلانه إلا منها، أو بخذلانه إلا منها، من هذه الأمور الأربع. تلقاه بيسمع للمعاصي، بيبصر المعاصي إلى آخره، ويبصر ما يغضب الله سبحانه وتعالى، ويعلق قلبه بالشر، وينطق بلسانه بالشر. طيب، فالموفق يسمع ويبصر ويتكلم ويبطش بمولاه، كما في الحديث البخاري: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. دمتين فإذا أحببته كنت سمعه إلى آخره، ومئتين بحبه: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يفعل الطاعات الواجبات، وبعد ذاك شنو؟ المستحبات. والمخذول يصدر منه ذلك بنفسه وهواه. المخذول دائما تصرف اللسان والقلب، وأفعال اللسان وأقوال اللسان والقلب والسمع والبصر، الذي يحركه نفسه وهواه، نفسه وهواه، هذا هو المخذول. قال: مثال تولد الطاعة ونموها وتزايدها كمثل نواة غرستها فصارت شجرة ثم أثمرت، فأكلت ثمرها وغرست نواها، فكلما أثمر منها شيء جنيت ثمره وغرست نواه. للطاعة. وكذلك تداعي المعاصي. يعني انت لما تتفكر في المثال ده، يعني الطاعة بتجر لي طاعة، والمعصية بتجر لي شنو؟ لمعصية. ودار يوصلك لذاسي، بيقول لك قال فليتدبر اللبيب، فليتدبر اللبيب هذا المثال. فمن ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها، كما نقل ابن الجوزي عن بعض السلف بصفة الصفوة، وكما نقل كما ذكر ابن رجب في جامع العلوم والحكم أيضا. فالطاعة دي بتجر لطاعة، والمعصية بتجر لمعصية. الزول من البداية بعد المعاصي، شوف الزول دائما مشى للشر، في الغالب اتبع خطوات شنو؟ الشيطان، تدرج في الشر. والزول المشى للخير برضو شنو؟ الله وفقه بدا الخير، والله وفقه، واصلا الله وفقه ابتداء، ثم زاده في الخير والهدى. قال: ليس العجب من مملوك يتذلل لله ويتعبد له ولا يمل من خدمته مع حاجته وفقره إليه. ما بعجب إنك تعبد الله، أنت ما محتاج لله سبحانه وتعالى، وهو السيد وأنت فقير إليه. طيب، إنما العجب من مالك، وهو الله سبحانه وتعالى، يتحبب إلى مملوكه. ده العجب هنا، وهذا العجب يزيله معرفة
عظمة الله ورحمته سبحانه وتعالى ومعرفة كرمه، وإلا فهو، وإلا العجب الآخر وهو عجب فيه يعني فيه تفكر وفيه إقبال. قال: إنما العجب من مالك يتحبب إلى مملوكه بصنوف إنعامه ويتودد إليه بأنواع إحسانه مع غناه عنه. غني عنك وبرضه جنو ينعم عليك سبحانه وتعالى، ويحبك إذا أطعته وهو غني عنك وأنت فقير إليه. قال: كفى بك عزا أنك له عبد. أنت عبد لله، أنت عبد لعظيم، ما في أعظم منه. دي عز ذاته، ده عز، ده عز. لك فلان ده تابع لناس فلان، وده تابع لناس فلان، الله ناس فلان ده أقوى من ناس فلان، ده يكون متكيف. وأنت عبد لله، لله ده ما عز، ما في عز أكتر منك. قال لك: سبحان الذي أسرى بعبدي، للنبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنزل على عبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه إلى آخره. كفى بك عزا أنك له عبد، وكفى بك فخرا أنه لك رب، أنه لك رب تفخر. أنا والله عقدت في الله متكيف جدا. في ناس ما بيخجلوا، والله يا جماعة ما بيخجلوا، تقول لا عقيدتك في منو؟ يقول لك في فلان، فلان مات. وده تقول لا عقيدتك في منو؟ يقول لك في الله. تمام، وتوكل على الحي الذي لا يموت. ده ولا بيخجل قدام الناس، ولا بيدس كمان، ولا بيخجل. لك أنا والله عقيدتي في ناس فلان، شيخ فلان وفلان، يا دول بيسووا لك شو؟ ما عندهم أي شيء. تناديون أشركت بالله، تستغيث بهم ما بينفعوك، تقول الرزق ما بجيبه لك، وذاته فقراء، راحت حاجة ما بجيبه لك، شغلة دي عند الله كلها سبحانه وتعالى. تخليك عبد لله تكون عزيز. بلدة طيبة ورب غفور، كونه انت عبد للغفور للرحمن الرحيم إلى آخره. قال: فصل: إياك والمعاصي، فإنها أذلت عزا أسجد، وأخرجت إقطاع أسكن. الكلام ده يا جماعة ما أظن دار شرح كثير. الله سبحانه وتعالى أعز آدم عليه السلام، من عزه له أنه قال للملائكة أسجدوا لآدم، لكن هذه المعصية كانت سببا في إخراج آدم من شنو؟ من الجنة. وهذه المعصية أخرجت إقطاع أسكن، ما أسكن قالوا له في الجنة، أسكن أنت وزوجك الجنة. طيب، فالمعصية أخرجته من الجنة، لكن بعد أن تاب، تاب الله عليه. قال: يا لها من لحظة أثمرت حرارة القلق ألف سنة. أي هذه اللحظة التي عصى الله سبحانه وتعالى فيها، وعصى آدم ربه فغوى. فمكث فترة من الزمن وهو متألم بسبب هذه المعصية. قال: ما زال يكتب بدم الندم سطور الحزن في القصص، ويرسلها مع أنفاس الأسف، حتى جاء توقيع فتاب عليه. يعني باختصار هندم وتأسف وحزن آدم عليه السلام، ودي التوبة. فلما تاب الله عليه سبحانه وتعالى
غفر له وعاد آدم ليكون من أهل الجنة يوم القيامة. قال فرح إبليس بنزول آدم من الجنة، فرح إبليس بنزول آدم من الجنة، وما علم أن هبوط الغائص في اللجة، اللجة معروفة تردد أمواج البحر، قال وما علم أن هبوط الغائص في اللجة خلف الدر صعود. الزول فقير فقير، بعد شوية غش البحر غاص جاب له أشياء من تحت باعه بقى غني، فكونه نزل تحت ده ما زول له، ده شنو؟ دي رفعة، سبب للرفعة، فده في أمر الدنيا. قال فرح إبليس بنزول آدم من الجنة وما علم أن هبوط الغائص البغوص يعني في البحر في اللجة خلف الدر صعود، الدر الجواهر إلى آخره، فالله رفعه سبحانه وتعالى، رفع آدم عليه السلام. لولا المعصية لما شرعت التوبة، هسه كان ما في معصية، في توبة؟ ما في معصية ولا في تقصير، في توبة؟ في توبة، وكونه ما في توبة في خير زحى، لأن الله قال إن الله يحب شنو؟ التوابين ويحب المتطهرين. لو ما في كفار في جهاد ما في عبادة يتم الجهاد كان، فلذلك انت في النهاية شنو؟ ديل شر، دي شر لكن سبب للخير، من شر وبعدين الله بجازيهم لكن سبب للخير. طيب قال كم بين قوله لآدم إني جاعل في الأرض خليفة وقوله لك اذهب فمن تبعك منهم، يخاطب في الشيطان، قال أصلا الله قال إني جاعل في الأرض خليفة، يعني هو آدم عليه السلام قبل ما يخلق الله قال أنا دار أنا بجيبه في الأرض، إذا صح التعبير إني جاعل في الأرض خليفة قبل ما يقع في المعصية والخطيئة، فكونه يجي الأرض والله يتوب عليه خلاص آدم عليه السلام ما عنده مشكلة، لكن قال له أنت شيطان اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. طيب قال ما جرى على آدم هو المراد من وجوده، يعني كونه يبتلى، أصلا الإنسان يخلق ليبتلى، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، لكن إنسان خلق لعبادة الله لكن يبتلى، يبتلى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم قال لولا لو لم تذنبوا، الحديث الذي في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. فالله اسمه الغفور، معناه أنت بتذنب وهو بيغفر سبحانه وتعالى، لكن إنسان ما يتقصد المعصية ما يقول خلاص معناه ناخذ راحتي، ولا لا المعصية تهلك الإنسان، لكن لو أذنب ما يأس من رحمة الله، مش غلط ما يأس، يقبل على الله ويستغفر الله فيغفر الله له. قال يا آدم لا تجزع من قولي لك أخرج منها، فلك ولصالح ذريتك خلقتها، يعني الجنة، فكون أنا أبتليك رب العزة والجلال فترة من الزمن أن تمكث في الأرض وأن تكون خليفة في الأرض فتنشر الخير وتنجب الذرية بتوفيق الله سبحانه وتعالى وتعلم أبناءك الدين، فهذا خير، لكن الجنة خلقها الله من أجلك، من أجل أن يدخل الناس فيها وهم المؤمنون. يا آدم كنت تدخل، قال يا آدم كنت تدخل علي دخول الملوك على الملوك، واليوم تدخل علي دخول العبيد على الملوك، يعني باختصار الزول اللي ما عنده معصية
وإن كان الأنبياء لا يوصفون بالعجب أبدا ولا يلحقهم العجب، لأن الله تعالى وفقهم حتى فارقوا الدنيا، لكن العبد إذا أخطأ فتاب فإنه ينكسر لله سبحانه وتعالى الانكسار العظيم. قال يا آدم لا تجزع من كأس زلل كانت سبب كيسك، الكيس يعني جنو الفطنة والذكاء، فقد استخرج منك داء العجب وألبست خلعة العبودية، وعسى أن تكره، يعني وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم. قال يا آدم لم أخرج إقطاعك إلى غيرك، إنما نحيتك عنه لأكمل عمارته لك، وليبعث إلي العمال نفقة تتجافى جنوبهم، نفقة تتجافى جنوبهم. الكلام ده واضح، الإقطاع ده الإقطاع زي الزول بيكون في بيت مثلا، بيجي موظف في بلد بيقوم بخطه في بيت معاه كم موظف مثلا أساتذة، يقوموا يمشوا بيجيبوا لهم مؤن، هذه بسموها ميز، الناس بسموها ميز، ده الإقطاع، يعني الشيء اللي بيجيبوه عشان انت تتزود به وشنو للأيام يعني. فرب العزة والجلال أخرج آدم عليه السلام من الجنة بسبب الخطيئة، ثم إن آدم عليه السلام لما خرج ونزل إلى الأرض، هبط إلى الأرض، خلاص نختم به، هبط إلى الأرض تاب إلى الله فانتهت الخطيئة، وأخذ يعبد الله ويقوم الليل أو يصلي تتجافى جنوبه، فهذا سبب لرفعته في الجنة ولدخوله في الدرجات العلى إذا مد الله في